خلينا نروح نشوف أو نستعرض مع حضراتكم جرافيك هذه المباراة ونشوف النهاردة مباراة اليوم النادي الأهلي ضد نادي بيراميدز، مباراة مؤجلة من الأسبوع الثاني. الحكام والنهاردة طبعا هيكون عندنا حكمنا الدولي الكبير الكابتن أحمد عودة، يعني لازم ياخد حقه لوحده الحقيقة، فالنهاردة إن شاء الله هيكون معانا وهنتكلم كتير جدا جدا عن حكم المباراة وبرضه التصريحات اللي اتقالت امبارح. مش احنا هنا الاهلاويه اللي كانوا بنقولها، ولكن اعضاء مجلس اداره الاتحاد كانوا بيقولوها، وايه اللي حصل النهارده برضو في موضوع الحكام. حكام مباراه اليوم حكم الساحه دانييلو جروجيتش من صربيا، حكم مساعد ميلوفان ريسيتيتش من صربيا، داليبور جوريفيتش صربيا، حكم رابع نيناد جوكيتش من صربيا ايضا، طاقم تحكيم صربي. اما تاريخ مواجهات النادي الاهلي وبيراميدز، طبعا هي اول مباراه ما بين النادي الاهلي وبيراميدز، اول مباراه ما بين النادي الاهلي وبيراميدز، ولكن التاريخ مع نادي الاسيوطي اللي هو كان اللي هو حاليا بيراميدز وكان نادي الاسيوطي سابقا. النادي الاهلي لعب مع بيراميدز اللي هو الاسيوطي سابقا، لعب اربع مباريات، فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة وحيدة ولم يهزم ولا مرة. نادي الأهلي له 7 أهداف، لم يحرز نادي بيراميدز حاليا الأسيوطي سابقا أي هدف في نادي الأهلي. أكبر فوز للنادي الأهلي، معلش برضو لازم نحط لحضراتكم عشان نفكر الناس أن نادي بيراميدز لم يلاقي النادي الأهلي، دي أول مباراة سيتم فيها لعب مباراة أمام النادي الأهلي، نادي بيراميدز أول مباراة له أمام النادي الأهلي، وبالتالي الأسيوطي نادي بيراميدز حاليا الأسيوطي سابقا. أكبر فوز فاز فيه نادي الأهلي على بيراميدز الأسيوطي سابقا كان في بطولة الدوري 4-0. هداف النادي الأهلي في بطولة الدوري مؤمن زكريا جاب هدفين في الأسيوطي، ووليد سليمان جاب هدفين، وعبد الله السعيد أيضا لاعب نادي بيراميدز الأسيوطي سابقا الحالي، صلاح الدين سعيد جاب هدف واحد. أول وآخر مباراة بين النادي الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري، أول مباراة ما بين الفريقين كانت يوم 27 أكتوبر 2014، تعادل الفريقين سلبيا. اما اخر مباراه كانت ما بين الفريقين برضو كل شويه هفكركم، كانت ما بين الاهلي والبيراميدز حاليا الاسيوطي سابقا، كانت يوم 16 فبراير 2018 فاز فيها النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء. احرز اول اهداف النادي الاهلي وليد سليمان، اخر اهداف النادي الاهلي ايضا النجم الكبير وليد سليمان. اما قائمه النادي الاهلي في حراسه المرمى شريف اكرامي، محمد الشناوي، خط الدفاع سليف كوليبالي، ايمن اشرف، محمد هاني، كريم نيدفيد، علي معلول، الحمد لله على السلامه علوة، ومحمود وحيد، اهلا بيك محمود. وفي خط الوسط هشام محمد وعمرو السليه واكرم توفيق ومحمد محمود واحمد الشيخ واسلام محارب وناصر ماهر و رمضان صبحي احد الطيور اللي كانت مهاجره ورجعت لناديها مره اخرى، وجيرالدو دا كوستا ووليد سليمان. خط الهجوم مروان محسن ووليد ازارو. المدير الفني في اول مدير الفني طبعا للنادي الاهلي في اول لقاء رسمي له مارتن لاسارتي، وهو المدير الفني للنادي الاهلي، ان شاء الله هتكون اول مباراه له، ان شاء الله تبقى مباراه جيده. قائمة نادي بيراميدز لمباراة اليوم، حراسة المرمى أحمد الشناوي، مهدي سليمان، أحمد أيمن منصور، ومحمد رزق، وأحمد عفيفي، ومحمد حمدي، وعبد الله بكري، وعلي جبر، ورجب بكار. أما خط الوسط محمد فاروق، ومجدي أفشة، ومحمد فتحي، وناصر منسي، وعمر جابر، وإيريك تراوري، ونبيل عماد دونجا، وعبد الله السعيد. أما خط الهجوم كينو وأوكوشيكو ورودريجينيو وجون سيفونتي وعمر مرعي. طبعا المدير الفني لنادي بيراميدز كابتن حسام حسن. طيب دي كانت قائمة بيراميدز للمباراة، وده كان الجرافيك اللي كنا بنوريه لحضراتكم عشان تعرفوا بس ايه اللي كان بيحصل او ايه اللي هيحصل خلال الفترة القادمة. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنتكلم عن حكم المباراة، وهنستقبل واحد من النجوم اللي هتبقى معانا في ملعب النادي الأهلي خلال الفترة القادمة
النجم الكبير كابتن احمد عوده حكم الدولي السابق، هيكلمنا اكتر عن حكم هذه او الطاقم التحكيمي لهذه المباراه بعد هذا الفصل.